مع الخاية القديمة، بس يمكن قصة نهايتها حزينة. صحيح ركوب الخيل رياضة، بس أنا بنظر له أكتر من هيك. إنك تتعامل مع الحصان وتفهم عليه وتخليه يفهم عليك، تهتم فيه وتعرف تاريخه، هي أمور فيها متعة. الخيل أسلوب حياة، شغف، هروب من الهموم اليومية لمطرح بتكون معزول فيه عن كل شيء تاني. الخيل كان حاضر بكتير أغاني وقصايد، والفروسية مرتبطة بتاريخ العرب والبطولات، ويمكن هالشي بيعطي ميزة إضافية لهالرياضة. بتحس حالك فوق، بتحس كمان بتحدي حلو، بتحس بالحرية. قصتي مع الخيل طويلة، بس يمكن انتهت، وهالشي بيخلق حرقة بقلبي أكيد. ولكن أنا شخص ما بيوقف عند الكبوات، بوقع أيام وبرجع بوقف، ويمكن هالشي تعلمته كمان من ركوب الخيل. هشام، شفنا هذا الريبورتاج، بعدك عم تطلع كمان متأثر فيه للريبورتاج، وأنا كمان تأثرت بالريبورتاج، بالمرق، بالخيل، بالموسيقى. شو قصتك مع الخيل وليش انتهت هذه القصة؟ كنت عن جد من عشاق ركوب الخيل، بس عملت عملية بإجري ومنعني الحكيم، ما عاد فيني يعني أركب وألعب على الحصان. وعن جد لما كنت عم صور ريبورتاج، في شيء بيزعلك من جوا لما بتفقد شغلة بتحبها وبتنحرم منها. بتعرف انه الحياة مش دايما لإلك، يوم ليك يوم عليك. يمكن مسيرتك مع الخيل وقفت، بس مع الفن على طول مكملة. أكيد. بهالحلقة التكريمية لمسيرتك هشام الحج، ومكملين احنا وياك على كل حال. رح تتكرم علينا بصوتك مع فرقة موسيقية مؤلفة من 30 شخص، مع المايسترو كمان اللي هو لبنان خليل، رفيق الدرب. رفيق الدرب، بس لبنان خليل هالمايسترو وهالإنسان كيف بتلخصه؟ شو بتقول عنه يلي هو صار لك يمكن أنت وياه 15 سنة أو أكتر؟ صاروا شي 15 تقريبا. لبنان من أهل الوفا، خاي وصديق ورفيق عمر، بلشنا من زمان كتير، وتخوينا صار بيتنفس يعني إذا بدك أنا وعلى المسرح بيعرف شو بدي أقول بلا ما أقول. بتصير أنت مخاوة لما رئيس فرقتك بصير يفهمك. يعني أنا دايما بقول للشباب، أنا نسوني خليكم مع المايسترو، لأنه هو اللي فهمني، عرفت؟ فصرنا نحن إذا بدك شخصين بواحد، وهذا الشيء اللي منجحنا دايما بحفلاتنا، والناس بتشوف هذا الانسجام. المايسترو لبنان خليل اللي نحن بنفتخر فيه، انت بتعرف انه من مشغره، من ضيعتين طبعا، بس انا القمر هو او هو بيساعدني اوقات بالنسبه لهذا الموضوع. مايسترو بالموسيقى البارود قمر مشغره، بس هلا لما يكون في هشام الحج عم بيغني وفي المايسترو كمان، نحن بنسمع بكل هيك، بنستمتع بصوتك وحضورك المميز. حبيبي.